السلام عليكم خوت، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد، رياكشن جديد على قناة دولي برام. باغي تشفاك مع بوزر خوت، تيقول لي بيا ولا بيك. انا كان كيحسب ليا البيف بيناتهم صافي ساهله، حتى كنتفاجئ دولي برا لا حديث تراك جديد داد بول 6 دقائق كل كلاش كنظن. قبل ما نبداو في الرياكشن، ما تنساش لك اول مره تشاهدنا على اليوتيوب انك تضغط على الاعجاب، تشارك القناه، تفعل الجرس، وقت تشارك معنا ما تنساش انك تضغط على الاعجاب وتخلينا واحد كومونتير بعد انترو. دور الرياكشن ديالنا ومبداو الرياكشن ديالنا دولي بران ديد بول. كيفاش كليب الخوت فيزيال؟ ثلاثة لزيرو زعما، بغى يقول لي في التراك الاول ربحتك بواحد، التراك الثاني جوج، التراك الثالث 3-0 زعما. انا اللي درت شيك سيدا تشرب العربي الا كنت انا نيبا سنيت مع شاب. اول سطر اول كونتر اتاك، درتك سيده انت الشاب العربي اللي كنت انا النيبه، حيت بوز قال لي انت هو النيبه ديال كازا. هنا كونتر اتاك الاولى، زيد باكا باش حيد على كريدي ديال الحديده. صباح الخير، شنو قال لي هنا؟ نعاودو من الاول الخوت، حيت هادو لي برام سطي والله جاب سطي. انا اللي درتك سيده تشرب العربي اللي كنت انا النيبه سنيت مع شاب باكا باش حيد على كريدي ديال الحديده. قال لي سيريجي مع شبكه باش تحل الكريدي الحديده، حيت كلشي كيقول بان بوز خدا هذيك الداسيا كريدي. ما نعرف المهم داكشي بيناتهم اخويا، حنا كنرياكتيو. شبكه الخوت هي واحد الشركه اللي كيسينو معها الرابرز، واي رابر كيسيني مع شي شركه سيرتو هذيك شبكه، بحال اللي وقع الحليوه ملي كان سينا مع سوني. سبحان الله، ملي كيسيني شي رابر مع شي شركه وما كيبقاش خدام سولو، سبحان الله الكارير ديالو كتبدل. الناس كيبغيو يسينيو زعما باش يطلعوا في الليفل ديالهم في نيفو دو في ساعه، والو كيعاد كيطيحهم ديك الشركه. صباح الخير، افيق بقاش فيهم غتشق تشق، كنديز فيها انا ب 1000 ريال في الدار عند عتيق تشق، الشي كيجيني بحال ستوشيا غتندام حيت شباتيني. ناري الدواسه كيتجبدوا عاوتاني، ناري الدواسه كيتجبدوا. سيرك ما تهزت كروشيا بران كتسمع غشبات شيري، شحت انا ما ميزانيه كل نهار كنخسرو ميزانيه، عندك وجه ديال الصباب طاش داكل شي كوبرا عزاليه، غنعاودو لك الختانه بوز غنهزوك في العماريه، زيدني القهوه زيد غادي بقهوه زيد، فلوس الالبوم شريتي بيهم داسيا ودابا كتطلب في اشكا زيد. اشكا زيد واحد البلان خوت اللي لاحظت في التراك هذا في الديستراك، دولي برا بدل السيل، ولكن راه ماشي اولد سكول، ما لعبش اولد سكول. بارازيت هزيت دي بارازيت، لا درت فيك راسي الرازي اللي كيشم ارازي، يلا نوض شلل جاو الناس نوض سلم، لا ماشي غولات غويس عندنا سيف، هتسلاخ هتشعلق هتشلاخك تشعلم، ما مشيتش عايش مأمن فلو بوز طلعش كلم. ويش كان لعب سات ويش فاليدي تراسي براسي وفاليدانيش كتر ويش كان لعب سات ويش، يعني مكنلعبش ديريكت. الكلاش زوين عجبني، حسن من لي كلاش اللي فات، وحسن من الديستراكات اللي كان لاحظوا لي بران. صراحة هذا شوية مفايبي، وكاين شوية الليريكس، كاين التكنيك مبدل حتى هو. ويش كان لعب سات ويش فاليدي تراسي براسي وفاليدانيش كتر ويش سافر الحقادة والحاسة والصناصة فكر اي واحد ما عندوش كولتور ديال الراب، وبزاف ديال الحاسه والسلاسه والحق هذا، وهذا في اي دومين اخويا دوري، في اي دومين كاين هذا الشيء ماشي غير في الراب. اوكي دولي برا غي سويتشي لينا هنا. لا تديش ما كانت لاخت كريد نوز وخرابيش، ما عمرني شرش حال بوز
اوكي اوكي اولد سكول هنايا. هنا الكلاش غيبدا مزيان حيت ملي يكون الاولد سكول, حيت الاولد سكول اخوت هو باش كلاشي احسن بيت تلعب عليه هو الاولد سكول. علاش؟ كيعطيك هذاك كما قلت في الرياكشن الاخرى, كيعطيك هذيك الارضيه اللي كتفرش على الكلاش ديالك. كتقدر تلعب بالتكنيك, تقدر تلعب بالليريكس, ماشي بحال النيو سكول كتبقى دائما تابع البيت. حاول كتحاول ما امكن توفق الليريكس ديالك مع البيت. اما في الاولد سكول كتلعب فري, كتلعب كما بغيتي. لا تبيش ما كانت لقش كريد نوز وخرابيش ما عمرني شرك شفحال بوز مشي شغالت وخرابيش عمرني شرك شفحال بوز لحساب تيقولوا بأن بوز قاطي شيني بهذي ريك روز معي غاش مرض وغيعطوك البراز كشابة نوكيا لعمر لبس دولي جين سي نورمال اي حاجة تجي جوركيا وتشدك فوبيا زلك تينوديا انتشي اللي بغيش يتشون على البيت سناني لوبيا وتسير غتريني ما ديرش لي فان كلين عندي شعب كيبغيني ما كنسالي سربيني وخد لبس جيلي. هنا داك البلان ديال الاو بي ديال زاندا كيفاش طريقه الخراج وكيفاش حيت كان غيلوح بوز هذاك الالبوم ديال ابيتوس. وملي ما لعش الالبوم ناض على حساب اللي سمع التراك ديال مور الصوت راه غادي يفهم البلان. هنا قال لي ما كنديرش البوبليك كليان, كان غادي يتمزك ماشي كنديرو كليان باش ندخل الصرف. باربال مخنطك الراس المعوق باربال معايا غتدخل في ديبرسيون تغتبوز عاد غيطرحوا عليك لي كيسيون بلان اكريت شاف اكسبرسيون شفتي تسنى بابا كيلو اكسسيون مراد الالبوم مش نقراس احسن سيور انقليك بحال الشفنجه وطن زيت لو سيور بلان دولي. دابا شوفوا على ميتافور كيدير, ميتافور بسطي, ميتافور شعبي نادي صراحه. عجبني هذا الكلاش فوق البيت كي كيليا ملقيتش باش شوب سبيتش فاميليا كشبان جواد وخوراج غا كاميليا صافي. دابا بوز اي واحد غينوض كلاشي غيجبد ليه فاميليا, اي واحد اي رابر غينوض كلاشي بوز وغيوقع شي بيف بينو بين بوز غيجبد ليه فاميليا. وهادشي قلناه ما عنديش قلب عندي ماكينه ديال ابريليا ما كنفرخش كي مليلي كي سيسيليا فاري شي غاب البيض بحال يلا بعشي كيليا قرض ازرو كما كنفاصلو لما عجبوكش الحال ايديك فهاد الخيسيا برانو اشرف خدمه وعشره ماشي غير اللي جاك يخشلك فني فك تقاصرو لا بغيتيش كذب زي موتو اللي كيعرفوك تمنو على الجحت وديما كتخير راسو الفوق ربي حامضه غدير باندا غتبقى تابعني غتشدك سخانه البارده لا ماشي فنيان هكا دليان لبس حوايج كتا كدور حدا والديك عريان راسها بلا طابة مخاص مع راسك بحال كابا تمر بوشيش كلاش متخشينيش مع الروابة. هذا السطر ديال فاميليا اخويا قالت لك عيش ناقود لوغو كابا. هنا قال لي مخاصم معاه يعني تقريبا نفس السطر غير بدل شي كلمات. قال لي انت يعني تناقض مخاصم مع راسك بحال الكابا دور حدا والديك عريان راسها بلا طابة مخاصم مع راسك بحال كابا تمر بوشيش كلاش متخشينيش مع الروابة هادي اب. هاد المرة بغيت كلاش متخشينيش مع الروابة بوز كيخشي كلو اي واحد. راك عارفين نتوما كيفاش برو دار برومو الاو بي دي زاندا وكيفاش هذاك اوبي دي زاندا كامل اصلا برومو الالبوم ديال ابيشوس. ما كنمشيش عند شواف باش ضرب ليا كارطا دولي سامبا بلان كرابا مش منوع اللي عمرو دار فراسو ديكاباج نفسي مريضه ما عندي تفريده قال لي قولك شاري عارفين معد من كريده براش. هنا على البلان ديال ما عندي تفريده زعما كيقصد بيرمودا هو الفرده ديال بوز كاباج نفسي مريضة ما عندي تفريدة قال لي قولك شاري عارفين معد من كريدة براش تدور لي خلاف القاعدة الحياة نسات مكياج عند صعب جي سعيدة. اوكي سويتش اخر هنا يا جوج ديال لي سويتش ثلاثة ديال لي سويتش نادي نادي. انت اللي بغيتي الشوا اخويا اجي ضرب انترا كل سطر حط في شي انترا فلوت اندي غام ابقى معك تا داسيا غاتبيعها خرج ولا الدمجوها صاحبي تاخذ هذيك الداسيا خليو السيد صاحبي الداسيا راه شنو واش ياخذ لكم رونج روفر لامر رابر في امريكان هو باش ياخذ لك هذا الشيء خليو السيد كيتمتع راه الداسيا راه الناس ما وصلوهاش ندمتوه مسكين تاخذ الداسيا والله طابعه بليز رشكله رابعه راب ديال امود ديما كيدوز غاف رابعه صراحه عجبني الكلاش هذا الراب ديال امود وداكشي ديال الوثائقي وداكشي ديال الجبالات راه كيدوز غاف الرابعه في قناه الرابعه اللي ما كيدوش في طراديو هادشي اللي بغى يقول ليه
ناس الرابطة كنفيقو بشوكة وكوكا كانتا كنت زديت شبنج بينا غاش كون كنتي ساقطة ديما كنجانا الأول واخ قال سنة الأخر بقتلتاش قبل ما تسول أشوف معانا حنا الأخر واعر 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 الطوب لاين الأدل الفلو اللي لعب بيه هنا ناضي كانتا كنت زديت شبنج بينا غاش كون كنتي ساقطة ديما كنجانا الأول واخ قال سنة الأخر بقتلتاش قبل ما تسول أشوف معانا حنا الأخر مكبوزة كتلون شاي كنت غاك تسخن جايش معانا قام تولف شكي دوب شكي سخن الكوكا والكيتامين الزق والفيتامين فاسما وبيتادين الروش والديباكين سبيتش ولي يطلع شي بويدق أبقى نصيفط لك سير وخياسين كي أبو عبيدة أنا ساكن مع درنا وانت ساكن في الزريدة شاف دم والحيد ما كيصوم شو كي شم البيضة ما كنت صرط ما كنت ندغ كان احترم ما كان خاف شو قا ما كنت تردع قاعدك شي نقزاش والمعزة تخلص في دار الطبخ تا اصلا بين فك حاقد ومعايا غير تفقع تبعني غير تفدع واحد جوج تمكن وتصدع يديلو خشك ما كديرو والو انت اللي كديرو برانكا ما كيسالي تالولا ما خطاش وزينو كدو على الزنقة الصغير فينا حك دميلو ماشي نيدو ما كان طيحوش قا ما كنميلو سنقالة فليلو بنتي ليا بحال البينو ما عمنيش شي ديستراك مسبونسوري زينو اوه بصح حيت كاين واحد ديستراك اللي ما نسيتش عليه واش غولات هوس ولا كان سبونسوريزي كان كيطلع ليا فيديوهات فين ما كندخل شي فيديو كيطلع ليا هو الاول الاشهار بلان صراحه انا سمعت البيف كامل اللي كان داير بين دولي برانو بوز تقريبا احسن ديستراك للاح دولي برا صراحه الاخرين ريتش اليوم كانوا شي كان زوين شي كان عادي شي كان عيا ولكن هذا واعر صراحه هذا عجبني انا علاش حيت فيه بزاف ديال لي تكنيك ثلاثه ديال لي سويتش راه علام صراحة يعني وجد ليه خدم عليه بلان ديال الاوديو فيزيال عجبني السيل ديال ديك البودرة مع الراس المهم كاين شي حاجة كتأثيرك عاوتاني شفت التصويرة فهمتي التكنيك اللي لعب به ثلاثة ديال التكنيك تقريبا عجبني التكنيك الاخر في سويتش الاخر زوين كانت هذه الرياكشن ديالنا على ديستراك ديد بول دولي بران نتمنى تكون عجباتكم لك تشوفوا المارك تاعنا على اليوتيوب ما تنساش انك تبارطاجي الفيديو بشارك القناة تاع جاز تبارطاجي الفيديو بشارك القناة تاعكم وتشكركم على المتابعة نلقاو في رياكشن مع كروشه